قال لك يا سيدي انا يا في اوروبا مزوجة يا سيدي، واقضي جل وقتي خارج البيت لانني اعمل، وزوجي كذلك، وما نكونوش دائما بزوج في الدار. فقرر والداي ان يرسل اختي باش تعيش معنا، فهل ارفض لقوله صلى الله عليه وسلم الحم الموت، ام كيف اتعامل مع هذه النازله مع العائله ديالي باش ما نخسرهاش؟ فهمتوا السؤال ولا ما فهمتوش؟ يعني هما في اوروبا الرجل والمراه خدامين، ويسديو دركو يعني امها قالت لها راني غادي نصيفط لك البنت، راك عارف يقرا، تسكن عندك انت راكي غير مع الراجل مازال ما عندكش الوليدات، تسكن معكم ان شاء الله حتى يجيب الله. وهي راه وقع في حيصة بيص واش نقول واش ها. وثانيا لو كان غير كانت يعني تجلس في الدار ما كان مشكل، يعني تجلس في الدار ما كان مشكل، تكون مع اختها وهي في الدار ما كان مشكل، لكن هي تخرج وما يدخلش باخت واحده، معناه لابد ان يختلي الزوج باخته، وفعلا باختها، اختها يلتقي لابد الزوج باختها وهي غايبه في الخدمه. وهنايا قالت لي النبي صلى الله عليه وسلم، هي راه فقيها، قالت لي ان النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لحم والموت، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، ها واش القضيه نتاع الاخ يدخل على مرض خوه في غياب خوه ولا ما يدخلش؟ الحم والموت، ما معنى الحم والموت؟ راه الحم وخو الزوج الى اختال بالمراه راه تموت، تحب تموت وتلقى الله، وما تدخلش على المرض خوك وهي بوحدها، تموت تلقى الله، ما تدخلش عليه. الحم والموت حذر النبي صلى الله عليه وسلم بزاف، وذلك وقعت كوارث. اما كيف تتصرفين مع الوالدين؟ الانسان في الشرع نتاع ربي حط المسائل ديريكت، يا امه ما كرهناش باش تكون معنا بنت اختي، لكن يا امي انت انا غادي نكون برا، واش مخطرت يكون داخل، وغادي تكون تمايا، وغادي يوقع المحظور اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرع ربي، شرع الله فوق كل شيء. غادي تغضب، غادي تزعف، غادي كذا، وما تغضب امك وما يغضبش الله. ها ولو كان عندك شي حل اخر. وانا اتعجب من غير هالشيء، العائلات اللي كيصيفطوا بناتهم يحرقوهم باش يمشيو يخدموا، ولا غير غادي تمشي تقرا، قلنا دات البكالوريا ولا دات وراها سجلت في شي جامعه، وتمشي للجامعه وتكري في السيتي يونيفرسيتير وتقرا وتشوف شي اخوات صالحات اللي كتكون معاهم في واحد البيئه صالحه، وتحاول درك فينا ابن عمي السبت. والله الا رحنا عايشين في واحد الزمان، عايشين في واحد الزمان، كيما واحد السيد قال لي بغاو لي للدار، روح السي مشيت دخلوني، ما اسمك؟ انا اعطيك واحد البركه تقبضها عندك. علاش يا سيدي تقبض هذه المليينات عندك؟ علاش يا سيدي؟ قال لك هذا الراجل راه غادي يدي بنتي يحرقها بالباسبور تاع مرضه. قلت لها ايش سما؟ قلت كاع شكون اللي بغيتو تجي اللي بارك لكم هذا الراجل؟ غادي يمشي معنا امراه ثلاث ايام في الطريق في اللوطو يدخل، جبتو عبد الله النهاري اللي صلي بكم، منين كنت عارفها؟ منين كنت عارف تصلي؟ عبد الله النهاري اللي هو يتكلم على الخلوه، هو غادي يزكي لكم هذا الشيء ويقبض الفلوس باش منين دير. الله اكبر، قلت لهم كي راكم مخيرين؟ قلت لهم هادشي راه حرام. قالوا لي ما جيناش عندك، ما جبناكش باش تقول لنا حرام، راه حنا عارفين، قبض الفلوس. قلت لهم فراها الباب، ما تحشموش، ما عندكمش الدم، لا تنزلون الناس منازلهم، ما تعرفوش القيمه نتاع اللي وعظكم. هكذا تمرمدوا فينا؟ هذا تمرميده، هذا تمرميده، تمرميده يعني، هذا هو. اذا كنت تصيفط المراه البنت ديالك غير بوحدها، اش غادي تجيب لك؟ انا ولا ما فهمت، الناس عايشه، اش غادي تجيب لك؟ 5 مليون تاع الدنيا غادي تفوت، غادي تموت بالجوع؟ ما تموتش بالجوع.
فعلا غادي تكون تمر بشي مشكل صعيب تاع الاخر، هذا امتحان الدار ديالي غير امتحان، امتحان غير اختبار. راه بنادم كان ما كان شحال بنادم هو ما خدام ما والو. ملي كنت انا وصلت تقريبا 30 عام كيقول لي واحد ما كان لا خدمه لا والو، كان قال لي واحد قال لي في الجبل قال لي مزوج ولا ماشي مزوج؟ قلت له دي احنا مازال راه انا هذا الله كي دير تزوج؟ قال لي في ذيك الباديه قال لك حنا لا فات 18 عام وما تزوجش ما تسماش. ملي تكون عندهم 22 عام راه عندهم وراه ثلاثه يتمشوا موراه، واحد في الكرش وواحد في الظهر. استنى انت حتى ثلاثه قرا وبلوكسانز وبنيت تمشي تخطب تقول لك راه مازال تقرا شحال عندها 27 دات ليسانس وتزوج لا باغي دير الماستر دارت الماستر شحال عندها 30 تزوج لا بغات توظف خليها فين مشيت علاش جبنا هاد الهضره علاش يا كنا نهضروا غير على البنت هذه بنيتي قولي لها قولي لامك خلي عندك اختي خليها عندك الله يخليك خلي اختي عندك